كنكتشف هذه الحكومه بانكم كلكم وليتوا وزاره الصحه. حنا لا سولنا وزير التجاره والصناعه والاقتصاد الرقمي، سولناك تجاوبنا على التجاره والصناعه، ما سولناك تجاوبنا على كورونا. رئيس الحكومه يجي يقول لنا متحوره، حيدوا 23 وزير وخلوا لنا وزير الصحه. واللي عجبتيني فيها هي قلتي الطقوس. فعلا الطقوس ديالكم ماشي هي الطقوس ديالنا سيدي الوزير في رمضان. اعترفتي كتصليو مع بعضياتكم وكتفطروا مع بعضياتكم. فعلا لان كلكم وزراء ومدراء ساكنين في حي الرياض، ساكنين في كاليفورنيا في الدار البيضاء، كديروا في طيارات بعضياتكم، الجرادي ديالكم 90. لا 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 عفوا عفوا لا 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 سيد نائب الله يخليك. لا ساكنين الطقوس ديالكم ماشي هي الطقوس ديال المغاربه، كانت الطقوس ديال بعض الناس اللي كانوا كيكتبوا على المغاربه كيضربوا البيصاره ويركبوا في الكونغو، حتى هما ولاو سكنوا. ما تغير لكم والو ملي سديتوا علينا مع الثمانيه العشيه. مول فين كتفطروا مع بعضياتكم؟ اللي كيصلي كيصلي مع بعضياته، واللي كيلعب الكارطه واللي كيلعب التوتي، حتى حاجه ما خسرت لكمش. وما يمكنش شي براج غادي يمشي يوقف ديال البوليس يوقف في حي الرياض ولا يوقف في كاليفورنيا ولا في طريق سعير ولا في بير قاسم. احنا سيد الوزير راه سولناك على الطلب مع شوات، كي قال لك سيد الوزير راه سي الحافظ راه سردهم لك. ملي كنتو كتجمعوا ديروا هذا القرار، سيد رئيس الحكومه قال لنا هنا بانه كان اخذ ورد وعطاء واخذ ورد. ديك الساعه ما كنتيش انت جالس معاهم، ما عرفتي راسك انت بان مسؤول على الملايين ديال المغاربه طالب مع شوات. ولا ما غاديش ننكروا بان نجحتي في التسريع الصناعي، ما غننكروش بانك خدمتي في المجالات اللي خدمتي فيها، ولكن كي قلت الوزير الماليه انت وزير التجاره والصناعه المهيكله والغير المهيكله. شحال من ملايير خسرتوا على التسريع الصناعي؟ بدات النتيجه ديالها كتبان، المهن العالميه بدات كتبان، وهاد التجار اللي كاسين خيرهم شرهم، من نهار طلعتوا هاد الحكومه وانتم ما عينكم فيهم، الماده 20 والماده 145 كلهم كيتذكروها. دابا جيتي سديتي ليه، كتعرف بان جلسه في جامع الفنا سيد الوزير، جلسه الماكله كتوكل 13 اسره. بلاصه في قاعه ديال الزيت فيها خمسه سته ديال الناس. سير للخبازه تشوف الناس باش كتعيش. النص ديال الشيفر دافير ديال هذوك الحوانت كيديروا في هذا رمضان. كل قهوه فيها 20 30 واحد ملزومه بها وفيها 20 30 واحد دايره بها. دابا عاد لجنه اليقظه غادي تفكر يا هذاك طالب معاش اش غادي يقول للمراه هاد اليومين اش غادي يدخل عليها باش غيدخل عليها. راه النص ديال المغاربه اللي عايشين معكم طالب معاش هو كيجيب نهار بنهارو. ولكن هذه الحكومه من النهار الاول قلتها حكومه كي قال السي الحافظ دابا حكومه مصالح رجال الاعمال ما تمش، مشاريع الشركات الكبرى اللي كتخلص لكم الضرائب ما تمش. وسيد الوزير راه هاد الناس كيخلصوا لكم الضرائب بطريقه غير مباشره. راه هاد التجار اللي عينكم فيهم راه هما اللي كيشروا العقار، هما اللي كيبنوا الجوامع، هما اللي كيديروا الاحسان في الدور ديالهم، هما اللي كيديروا الخير مع خالته وعمته. هادوك المهيكلين راه كيعطوكم غير الضريبه بوحدها. تحاسبوا معنا غير فحال ديال الجوامع كتبنا في المغرب ورونا وزاره الاوقاف شحال كتعطي فيها والباقي منين كيجي؟ راه كيجي من المحسنين، كيجي من المحسنين ديال ضرب عمر وديال مراكش وديال الدار البيضاء. سيروا شوفوا واش الناس داروا في دورهم، ولا هاد الناس بيطردوا من البلاد سيد الوزير. غير اللي ما كيعطيكمش الضرائب كما بغيتو يتهيكل كما بغيتو، وهاد الناس اش غنديروا لهم دروك؟